السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توضيح بخصوص أخواننا وأبنائنا الطلاب في مدينة أوهان في الصين، المدينة التي ينتشر فيها الوباء. احنا بعد ما علمنا أمس بما يحدث حاولنا نتواصل مع الأخ الجبواني وزير النقل الذي يعني رد بإيجابية وقال هناك 3 طائرات جاهزة لنقل أبنائنا ومن الطلاب في أوهان، لكن الأمر يحتاج إلى تنسيق. طبعا احنا في البداية ما كناش عارفين الموضوع كامل، كنا نحسب انه بس طيارة وخلاص، قلنا حتى التجار ما عاد فيش داعي نناشد الحكومة انها ما تسويش حاجة، بنناشد التجار، لكن اتضح لاحقا ان الأمر ضروري يتم عن تنسيق مع وزارة الخارجية. وزارة الخارجية تواصل مع وزارة الخارجية الصينية وينسقوا الأمر، لأن المدينة مدينة محظورة، ممنوع تخرج يعني لا تطلع منها ولا تدخل لها. وبعض الناس يجوا يعلقوا يقول لك زي ما هم راحوا هذول الطلاب يروحوا، ما يقدروا يسافروا لأنفسهم، لو يقدروا يسافروا ولا يخرجوا كانوا ما همش مراعي لنا ولا هم مراعي لك تتكلم، كانوا على طول ما يخرجوا لكن ما يقدروش. فالأخ وزير النقل قال الخارجية تسوي مذكرة، وحتى السفير في الصين تواصلنا معه وقال ما وصلنيش أي خطاب من الخارجية، ضروري الخارجية تخاطب السفير والسفير بدوره وبالمذكرة الذي تجيلها من وزارة الخارجية بضوءها يخاطب وزارة الخارجية الصينية وينسقوا ويرتبوا بحيث انهم يتم نقلهم. بعضهم يقول لك وين بتوديهم؟ بتوديهم اليمن؟ لا، ما بنوديهمش اليمن على طول زي ما سوت كل الدول، بنوديهم لا مصر لا الأردن لا أي دولة، بيوصلوا في المطار بيتم فحصهم، بيتم يعني التعامل معهم، الذي يثبت انه مصاب بيتم نقله للعلاج، وفي ناس تبرعوا بعلاجهم وفي اي دولة يوصلوا لها. منهم الاخ مجان ياسين كما ذكر الاخ احمد اللوشول في صفحته تبرع ب$30,000، وفي مجموعة من الشباب جمعوا $15,000، الكل بيتعاون. هذا وضع مأساوي، الجماعة محاصرين داخل بيوتهم، الجماعة مهددين بالموت في اي لحظة. يعني الموضوع ما هوش موضوع استهبال، بعض الأخوة لما يعلق حط نفسك مكانهم، حط نفسك مكان واحد منهم يا جماعة الخير. الآن مشكلتنا مع وزير الخارجية، حاولنا نتواصل مع الحضرمي لكن ما فيش أي رد لحد الآن، مطنشين الموضوع متساهلين في الموضوع مع أن الفيروس ينتشر بسرعة والوفيات كل يوم في ازدياد، فما عاد فيش داعي أن احنا نضحي بأبنائنا الطلاب. فيا جماعة الخير نشتي نوصل رسالتنا للأخ وزير الخارجية الحضرمي انه يعني يتصرف بسرعة عاجلة ويكون له الدور فاعل والحكومة يكون لها دور فاعل ويتصرفوا ويحاولوا انهم يخرجوا ابنائنا من اوهان ومن بعض اما ايضا المدن الذي انتشر فيها الوباء. رجاء خاص لكم، ضروري نوصل صوتنا لوزير الخارجية، وزير الخارجية ضروري يصحى، يكفي نوم، سووا لكم موقف مشرف واحد نذكركم فيه ونقول سلام الله على فلان ولا رعى الله فلان. تحياتنا للجميع، ونتمنى لأبنائنا وأخواننا الطلاب في مدينة أوهان وفي الصين السلامة، وأن الله يحفظهم ويخرجوا سالمين غانمين ويعودوا إلى وطنهم. تحياتي للجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.